The chip is very good, but very good. Very good. How do you feel about this match? Oh, happy. Compensated by the first game. We didn't do well in the semi-final. Now we are relieved. We expect a good season after this match. Oh, today is a good game, but we want to the final, but it's not possible, unhappily. But it's good. It's good. We are the champions in the next. Bye-bye. Flamengo is the best play matching today, but I am very bad because the last match. But Flamengo is the best team for Brazil. Win Libertadores and win Copa do Brazil. يعني خطأ محمد شريف في احراز الهدف الثالث ضيع فرصتنا. كنا هنخلص على الماتش. الشناوي الكرة الساذجة جدا ان هو طالع يقطعها وهو مش متمكن منها ضيعت الماتش. الكورتين دولت كانوا قلب الماتش، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني يتعلموا من اخطائهم ونتعوض في البطولة الجاية ان شاء الله. المغاربة هم اخواتنا واصحابنا، واحنا بصراحة مبسوطين جدا ان احنا في المغرب وروح جميلة ما بين الاشقاء العرب. يعني المباراة كانت كويسة، في نداية كويسة، احنا عملنا اخطاء دفاعية قاتلة ادت للنتيجة دي، بس يعني هارد لك والحمد لله. احنا شفنا كل ترحيب من المغرب ومن اهل مدينة طنجة، مبسوطين جدا، ناس شايفين الترابط اللي ما بين البلدين الشعبين، لا حاجة رائعة يعني بصراحة. هي المباراة الأهلي كان كويس ولعب كرة كويسة، بس سوء الحظ والأخطاء طبعا بتاعت المدافعين وبتاعت الشناوي في الجون الثالث اللي ضيع الماتش مننا، بس الحمد لله يعني اللعيبة عملت اللي عليها وزيادة. لا بنشكر طبعا شعب المغرب تمام، وقضينا هنا أيام جميلة، ودايما كده مصر والمغرب أحباب يعني إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.